سيد موسيماني ترتبط بعلاقة طيبة مع جماهير الأهلي، كان هناك تأييد كبير ليك على السوشيال ميديا بمجرد إعلان النادي الأهلي عن التعاقد، إيه تعليقك على هذا الكلام ورسالتك لجماهير النادي الأهلي قبل توليك المهمة؟ There's only one principle with the football fans and supporters. في مبدأ واحد بس بالنسبة للجماهير والداعمين في كرة القدم. We have to win the cups and we have to win important cups. That's all. هو بالنسبة لهم طبعا لازم نكسب الكأس أفريقيا ولازم نكسب كل الكؤوس ونكسب كل الألقاب اللي هنلعب عليها. And they don't want nothing. They just want to be happy. They just want their wins. They want to see their trophies. They're not asking for anything. So we will try our best to give them that. وطبعا ما فيش حاجه هتساعدهم غير ان نحقق القاب، ودي الطريقه الوحيده اللي ممكن نسعد بيها الجماهير، فاحنا هنبذل قصارى جهودنا نحقق ده.